تنفس أبابا. تنفس نحجيل جيل مجيل. إيه إيه تدها. وشي تفوس إنك يا سدرين؟ تنفس تمال حجيل جيل مجيل مانيتي سيدة طلين وصيغة دمي وفي غاكدين سقرغك مثل ليد مليد متى تتشيد يدفى دي فارسن تجيد إيجن تخويت سن تقول تشيلي جيمان أندى دنك مان اللان أتاف الدين جمام سي فارسن دي قلمام تستفيس ناخدي قلمام أما كتخسد شكا مني دا تافت دين تيازيت أذكاكا دقت دقس ضيت تقول دماتو تبد تسدع الفوس ود تقول داها تسد داها تقول داها تسد داها تنمي اتنان أزول أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفوسة في حلقة جديدة على الحكايات الأهازيج الخرافات متاع الناس الأولى خراريف الزمان يديروا فينا هذاك الشعور بالطمأنينة هكي شعور بالأمان مع أبهاتنا مع الناس الكبار الناس اللي حولنا كانوا يعطوا يعني شعور بالحميمية القرب وهذه الذكريات تربطنا ديما بعويلتنا وما عمرها تنسح من الذاكرة هذه القصة اللي حكيتها لصغاري حكاية فيها تفاعل ما بين الكبير والصغير اللي هي تبدأ بحرقوقش مرقوقش اللي يحبها الصغار دون السنة الخامسة وتقعد تاخد في يدهم هكي وتتبع مسار القصة حتى توصل وين الدغدغهم وبعدها طبعا فيه زهلبة زي هادو زي مثلا حرقوقش مرقوقش ننعيشة تيقى أطمين نتتتزط دي اللي سجل أغا بابا أغا يما أغا ولتما إجر ريحي لدادة إكس تاطود إكس تاطود ماني تقول تتشي تامنيشت تولي داه تنسى داه تولي داه تقور داه تنسى داه وبعدين توصل هني وتقعد تضغطغ تضغطغ فيهم هني يعني باش نشرحها تقول يعني جدتي عيشة تصنع في البسيسة هي ترحي وبنتها تجلول خود يا بوي خودي يا أمي خودي يا أخوي خودي يا أختي وخلي وخلي نخلو شوية لجدي برا يا وقت تعالى يا وقت ترى افتح صبعك الاول صبعك الثاني حه وينها كلتها القطوصة خلي نتبعو جرتها وين مشت مشت تهني رقدة تهني قاعدة تهني تكمل في المسار حتى توصل باش تدغدغ العين ويبدأ طبعا في الضحك الحقيقة براءة الطفولة يعني الحاجات زي هذه حتى تعودها لهم مليون مرة ديما بيضحكوا عليها وهم يعرف انك انت بتوصل باش تدغدغهم بس مازال تعجب فيهم مش عارف علاش كل مرة نتذكر فيها القصة هذه نتذكر الغنية اللي يعرفها الصغار من جيلي طبعا وأكبر مني ويعني معنا مش مرتبطة بها لكنها تذكرني بخراريف زمان وغنيات الطفولة قالت حنانة الطرابلسية لولا حميدة يا حميدة إن شاء الله تولي كبير هي مرتب طبعا بالأول لأننا قلنا الصغار البراء وإلى آخره وما زال الصغار يغنون لهم أغاني زي هذه يقولوا حميدة يا حميدة إن شاء الله تولي كبير تركب فوق النخلة وتنزل فصل البير الصغار يبوهم طبعا للمعاونة وكذا وهذه على فكرة على جميع دول العالم الحاجات هذه موجودة وتمشي للسهرية تركب فوق النخلة وتنزل فوق البير تمشي للسهرية وتروح نص الليل تلقى أمك راقدة فوق بساط حرير وتلقى أبوك يصلي يدعي لك بالخير وتلقى أختك واقفة تشعل في القنديل طبعا
كل شيء في صغرنا مرتبط بالمناسبات، أكثرها طبعا نسيناها وتغيرت العادات وخش علينا التلفزيون ووناها الفيديو وتوها ووناها السوشيال ميديا ويعني فيسبوك وغيره وغيره، خدت عقل الناس. به بما أني نحكي على الزمن الجميل متاع الطفولة البريئة، خلي ننتقل من حاجة لتانية، وهيك الحلقة كلها يولي فيها التنجيز، نمشي من مكان لمكان ونجيب غل علي نشوقكم شوية بعض الحكايات القديمة هذه. هذه يا سيدي لما كنا صغار، كنا في عاشورة نمشوا من حوش لحوش، أكيد بعضكم يتذكر هذا الشيء، ننتقلوا من حوش لحوش ونطلبوا ونقولوا شنو يا ربي؟ أري ما تاري أري، صبعي الصغير أري، هذا حوش جدنا يعطينا ما يردنا، هذا حوش عمنا يعطينا ويلمنا، هذا حوش خالنا يعطي. أكيد بعضكم طوى يضحك ولا إلنا تتذكروا بالحاجات القديمة، يعطينا اللي في بالنا، هذا حوش سيدنا يعطينا ويزيدنا، هذا حوش بوبشير فيه القمح والشعير، هذا حوش بطقطاقة فيه الجمل وفيه الناقة. هي تجي على صيغ هلبة على يتي حال. المهم اللازمة متاعها تقول آري ما تاري آري، صبعي الصغير آري. ترى شكون منكم يعرف اللازمة اللي تقول آري ما تاري آري؟ من أي لغة جت؟ شني آري وشين ما تاري وآري؟ من شني معناها؟ كان أنتو توقعتوا أن هي من اللغة الأمازيغية، فكلامكم صح. حنشوفوا بعدين كيف الثقافة الشعبية الليبية كلها مرتبطة ببعضها. المهم آري ما تاري آري، صبعي الصغير آري، هذا حوش جدنا يعطينا ما يردنا، وكل ما يعني تفوت على حوش وتغني الغناية يعطوك نحيلة. أكيد تعرفوا شن هي النحيلة بعضكم اللي هم من جيلي واللي أكبر. والخميسة، تتذكروا في الخميسة اللي كنا نديروا فيها باليد ونصنعوا فيها ونديروا فيها الوردات هدوكا والكريشات وغيرها، اللي يدور يعني اللي تدور عليها الوردات على دور الدائرة وانا تمشي زي شجرة الكريسماس، اكيد يبيعوا فيها. يعني 2018 لما روحت ليبيا شفتها كانوا يبيعوا فيها والله في طرابلس. المهم ويديروا عليها فوشات هيكي على يتي حال. هذه الصورة من طفولتي للخميسة، وفوق كل صبع نديروا فيه شمعة. به على ذكر الطفولة، وانا صغير في مدينة يفران كانت حناية الله يرحمها تحكينا في توليزين أو تسيساو الحكايات والخراريف القصار متاع زمان، ما فيه الطوال عندهم اسم بالأمازيغية والقصار عندهم اسم، وحنجوهم الخراريف الزمان، واللي على فكرة عندهم يعني زي ما تقولوا الخرافة اللي هي الميثولوجيا عندهم حتى هم اسم بالأمازيغية، وهذا حتى نجوها الخراريف القصار زمان زي ما قلنا توليزين ولا تسيساو. تسيساو دبازين يحلاو زمان اللي والله نضحك ان كل ما نذكرها لان نتذكر فيها بجديات بالطفولة. المهم الخراريف القصار متاع زمان هم يعني اكيد جدودنا سمعوها من جدودهم، وجدودهم اكيد سمعوها من جدودهم. وهنا بن خلدون يقول ان للبربري يقصد الامازيغ قصص وحكايات لو دونت لملأت الدواوين. ولهذا الذكر في عالم في جبل نفوسة وفقيه معروف اسمه أبو سهل النفوسي، هذا يا سيدي بن سيدي جمع الدواوين والقصص والأشعار القديمة والكلام الحلو والباهي هذا كله من جدودنا، ونقلع عليه الشماخي في السير وتكلم عليه. هذا تقريبا كان في القرن الخامس الهجري أو الثالث الهجري، والله تعرفوا ما ذاكرة. المهم يقول الشماخي عليه في السيار كان يترجم من عمه، كان يترجم من عمه بما معناه يعني بالأمازيغية، حتى جمع 12 المدون 12 الكتاب من الأشعار، وفيهم يعني تدور حول الوصايا والقصص والروايات التاريخية. لكن للأسف الشديد المكتبة متاعت مدينة شروس اللي هي كانت عاصمة جبل نفوسة احترقت بالكامل، والمكتبة هذه اسمها إيلم، غالبا إيلم معناها بالعربية علم لأن الأمازيغ ما ينطوش في حرق العاء، فإيلم معناها علم لكن العاء تقعد إي. فالمهم مكتبة العلم هذه أو مكتبة إيلم في شروس احترقت كلها بسبب النزاعات والخلافات وبسبب الحروب. الأغالب لما انتصروا على النفوسيين مع كذلك النكار في القرن الثالث الهجري
حرقوا هذه المكتبات. إذا أبو سهل كان في القرن الثالث الهجري، مش تواني تفكر، مش الخامس. المهم قعد شوية من هذه الأشعار في كتابات السير مثلا للبغطوري، وشوية في سير أبو زكريا وغيرها. المهم من بيش نكتر لكم من الدوة هذه، يعني ضاعت هذه القصص والحكايات مع ضياع المخطوطات. من يدري، لعل يعني الأشعار اللي نقولوا فيها ما زلنا توا بطريقة شفوية في جبل نفوسة تكون من هذه المؤلفات القديمة هلبة. المهم خلوني نولوا للحلقة وفكونا من التاريخ، خلونا نولوا حلقة للتاريخ اللي احنا لحقنا عليه. المهم أني نتذكر حناية الله يرحمها كان جوها مليح ورايق، باهي كان جوها مليح ورايق تحكي لنا تيمفاس، مش مبكر قلنا توليزين القصار، كان جو مليح ورايق تحكي لنا تيمفاس. تيمفاس أطول من توليزين ولا تسيساو. تسيساو زي ما قلنا وتوليزين قصار هلبة، وتوليز معناها عويدة يعني عاودوا لك، آلس توليز معناها عاود بالأمازيغية. المهم تحكي لنا تيمفاس، والتيمفاس هادو حقيقة بالنسبة لي يعني خير ألف مرة من التلفزيون والرسوم. لما تحكي لنا ننا ويديها يدوروا وعيونها هيكي يمين ويصار، وتجيب بجنبها حتى الشمعدان ولا الفنار وغيرها، ومرات حتى عليه كانون، وتغطي في راسها، تغطي في راسها وتعليه في لقطة درامية هيكي. ننا تمال نياكش في اللما ننا، الله يرحمك يا جدتي. كانت في ضوء الفنار زي ما قلت، وعلى العافية متاع الكانون تحركه مرات حتى شوية هكي، وتحكي تقول الكلام يعني كأن الإلهام يجيها هكي من مكان بعيد، عرفتوا متاع الحكايات بيطلع من كأن يعني الجني بيطلع من الكانون ولا حاجة، وتبدأ باللازمة ولا المستهلة متاع القصص وتقول حرقوكاش مرقوكاش، بعدين تنزل صوتها تشبه يمين ويسار وتقعد تقول حرقوكاش مرقوكاش يساكد أوشن داكيتش تويداس التاغريت يروي الأوشن جاي زريط إلا أغرزو ليسليت يوط أوشن ديني ينغيت يخوة تفكروا من نساه ديو تفقان ده. هذه القصة متاع الأوشن أو الديب، حرقوكاش مرقوكاش يساكن أوشن داكيتش تويداس التاغريت، يعني تقعد تقدر فيها بطريقة زي ما قلت لكم حناي ما عمرها تعلمت ولا شيء، لكن أكيد هذه الطريقة اللي هي تعلمتها من حناها كيف تحكي القصة بشوية من العفوية، شوية من التذكير، شوية من التشويق، ترفع صوتها تنزل صوتها تشبح يمين تشبح يسار، حاجة رهيبة جدا. المهم هي قصة الأوشن اللي هو الديب من الخراريف زمانة، وانا حلقوكش مرقوكش يساكد إيشن داكيتش جاك الديب باش ياكلك يعني وجبت نطلع صعب باش تجري عليه. المهم قصة تتفاعل معها بالطريقة هذه، وعلى فكرة هذه القصص يتفاعلوا معها الكبار والصغار، وقصص طويلة تفتح تنتهي جزء من القصة تمشي تفتح الجزء الثاني، كأن الورود هذوك اللي متاع اللوتس هذو اللي تفتحها وتفتح اللي بعدها واللي بعدها، ولا الصناديق ولا التحف متاع الروس هذوك تفتح واحدة تطلع لك ثانية تفتح واحدة تطلع لك، هذو هم القصص متاع جدودنا الأولين. المهم ويحطوا فيها عليه قوافي، شفتوا انتو حرقوكش مركوكش يساكد الشين ديما في النهاية يساكد أوشن داكيتش تويداس تاغريت يرو الأوشن جايزريت، يعني كلها قوافي من أولها لآخرها. المهم وعلى فكرة أحيانا تتركب على قوافي زي ما قلنا، وأحيانا تكون حتى فكاهية، فتقعد نقعد إحنا الصغار هيك خايفين وفي نفس الوقت نقعد ونضحكوا، لأن هي تدير فيها بجو درامي وجو هيك حميمي على يدي حاله. هذه تفكرني مش في قصة لكن في غناية ظريفة نلقوا ناس طرابلس زمان يغنوا بها، شفتوني ننقل من الأمازيغية والعربية هلبة هيكي. الشمس زرقت والعجوز انحرقت والشيباني مات، هذه هي تقول هيك الغناية، تقول الشميسة زرقت ولا السميسة زرقت والعجوز انحرقت. الطرابلسية بتاعين زمان يقولوا السميسة مش الشميسة. المهم السميسة زرقت والعجوز انحرقت والشيباني مات عقب زوز بنات، واحدة عورة واحدة مورة، طبعا موري معناها الأسمر. المهم وواحدة تلعب في الكورة وواحدة كيف نخلتها جورة، وتعالوا يا بنات ناكلوا خبيزة والحمات، وعلى قولة الشمس ناس زمان كانوا زي ما قلنا يقولوا يا سمس يا سموسة يا عوينة العروسة
خدي مني سن حمار واعطيني سن غزال ما وتفكرت واني كلمة سمس فقلت يعني هذه نقولوا فيها لما يطيحوا سنوننا لما احنا صغار. عالم تاني عالم جدا، يا سمس يا سموسة يا وين العروسة، خدي مني سن حمار واعطيني سن غزال. طبعا هذه يقولوا فيها لما تطيح السن وتحدفها هيك بأكبر جهد في اتجاه الشمس. وهذه على فكرة حتى في الأمازيغية نلقوها بنفس المضمون تقريبا، ويغنوها الأطفال. شن تقول بالأمازيغية يا سيدي؟ تقول أتفوت نتفوفوين أغطيغمست وغيول دوشي الطيغمست نتزرزرين. وتنقال حتى بشكل تاني، أتزيرين وماس ملاسي بابا أدياس أدياوي أركاس يمركر دافلالي. المهم قصة طويلة بهيم والله على أيامات زمان الحق، يعني مش تعرفوا أن الثقافة الليبية واحدة في يعني واحدة في أبياتها بالعامية تقول بشكل، وتجيب الأمازيغية تقول بشكل، لكن المضمون واحد والفكرة واحدة، أنك تأخذ السن وتحدفها في اتجاه الشمس وتقعد تغني به. وزي ما قلنا الثقافة الليبية راهو يعبر عليها بلغتين، لكن في المضمون متاعها كلها واحد، لأن أغلب الليبيين في الأصل كانوا أمازيغ ومع الوقت تعربوا، فالثقافة تقعد معهم حتى كان اللغة تغيرت الثقافة تقعد. سامحوني نحاول نتذكر حاجات باش نجيب لكم واحدة بعد الثانية. في أبيات بالعامية الليبية تقول أمك طنبو شهلولة إن شاء الله تروح مبلولة، أمك طنبو يا صغار تبي اللول والنوار، أمك طنبو بطبيختها تطلب ربي ما يخيبها، أمك طنبو فوق البير أمسح جرتها بالغدير، أمك طنبو فوق الحيط أمسح جرتها بالغيت لغيت المطر، أمك طنبو قايمة إن شاء الله تولي عايمة. إيه علي ما تزنان. وكان نزل طبعا المطر يقولوا يمطيرة خالتي صبي علي قطايتي. هنا هو قلت لكم الخلط بين الأمازيغية والعربية. طقطايت هي تتسمى بالعربية الفصحى القزعة، اللي هي خصلة الشعر هذيك اللي في النص اللي في وسط الشعر هذيك، هذه تتسمى طقطايت بالأمازيغية. فبالعامية قعدنا نقول فيها بنفس الشيء. راه في كلام هلبة بالعامية الليبية أصلا أمازيغي، لكن الناس ما يعرفوش، يقول لك منين جت الكلمة هذه. أنا سمعت بعض الناس ينسبوا للتركي وغيرها مثلا على ذكر هذه وعلى جسم الإنسان، يقول لك فلاني كسر لي في كرايمي أو كرومتي. كرومة هي تاكرومت اللي هو العمود الفقري أو الظهر عموما بالأمازيغية، ولا نقوله خنفورته، هذا كم خنفر هكي. الخنفورة هي الخصم العظيم الكبير هذا بالأمازيغية، وغيره راهو فيه هلبة كلام بالأمازيغية. هذا مش وقته، وحندير حلقة على فكرة على توارد الكلام بالأمازيغية والعربية، وهذا حنجوه في وقته. المهم على فكرة أم كطنبو، أنا علاش ذكرت هكي بالتدقيق، أم كطنبو تنقال تقريبا في كل دول أفريقيا الشمالية بأسماء طبعا مختلفة، لكن المضمون ديما واحد، ونسموها أم كطنبو زي ما قلت. أم يعني مثل، كطنبو هو الاسم متاعها. هذه نتذكر عمي الله يرحمه محمد مادي كان يقول لنا فيها، وكان فقيه طبعا، فغيروها وحوروها عن الأصل متاعها ودخلوا فيها طلب الله في المطر، يعني بدل ما تقعد تطلب في أم كطنبو تقعد تطلب في الله. وبالأمازيغية يقول طبعا هي راهو عادة أم كطنبو، هذه عادة قديمة تتسمى تاسلت ونزار، وعندها أسماء هلبة موجودة، وأنا شفت لها حتى فيديوهات وشفتها في الواقع في المغرب في الجزائر في تونس إلى آخره. المهم عمي زمان حفظهانها باش ننسوا اللولة اللي يقولوا فيها وما يعرفوش معاني الكلمات متاعها، وما تطلبش أم كطنبو، تطلب شكون ربي مباشرة. فيقولوا يا بابا يا الله نغل نزار إن شاء الله. أنا ندير هيك إن إحنا كنا نضروا بها في الشارع، عرفتوا تونقلكم كيف 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 نضروا بها، نغل نزار إن شاء الله تغري تنوزل تازل تازل أنسوف نوانوان، يا بابا يا الله نغل نزار إن شاء الله تغري تنوزل تازل تازل أنسوف نوانوان. ونقعد نجروا ونعودوا فيها وتقعد تتسارع معنا مع الردم تاع الجري متاعنا. تعرفوا العصا اللي نعصدوا بها هذيك، نحطوها على المنسج، واحد من أعمدة المنسج، ولبسوها لباس بنت مازال مش متزوجة
تقيرت نقولوا لها بلا مزغيه. وهذه تتسمى هذه الدميه نفسها اللي نضروا بها نسموا فيها تاسلة وانظر، هي عروسة الانظار. ويقال والله اعلم احنا انظار معناها المطر، مع ان امازيغ الاخرين يسموا فيها اغافور وغيره، لكن احنا في جبل نافوس نسموا فيها انظار. ويقال ان انظار هو الاله نتاع المطر زمان، والله اعلم انا ما عنديش اي حاجه نثبت بهذا الكلام، بس نسمع في الكلام هذا ينقال يعني. وعلى فكره المغرف هذاك اللي حطه لتاسلة وانظار أكيد بعضكم عندكم العادة هذه، حتى لو كانوا متعرفوش الأمازيغية يقول لك ما تضربش خوك بالمغرف متاع البازين، لو تضربه يولي معاش يولي عاقر معاش يولد. فهذا كله مرتبط أكيد بالميثولوجيا القديمة، لأن العروسة زي ما قلنا اليدين متاعها هذه، والعروسة والإخصاب والمطر وإلى آخره، الله أعلم شيني هذه الميثولوجيا القديمة متاع جدودنا لولين لولين بكل يعني. المهم والبنت على فكرة العروسة اللي نصنعوا فيها زي ما قلت لكم ما زالش متزوجة وتكون بنت. علاش نعرفها هيك؟ لأن اللبسة نفسها لبسة البنويت، ما لبسوهاش لبسة التقيار، لأن البنت مش متزوجة، ما لبسوش فيها اللبسة متاع واحدة متزوجة ولا سيدة أو إلى آخره. على أي حال خرافات هلبة هلبة، رو عندنا مولود رائع جدا لكن للأسف بننسوه، وحنقول لكم أخبار كويسة بعدين إن هذا مش حينسى بإذن الله. على أي حال ندلولها في البحنوق اللي هو أبحنوق بالأمازيغية، أبخنوق بخنوق بالأمامية. ولو تركزوا معاي الموضوع يبي حلقة بروحها طبعا، وكلها ميثولوجيا ومعتقدات قديمة جدا يعني، وصلتنا بصورتها الجديدة وابتهالاتها الدينية الجديدة هذه. على أي حال أمك طنبو يعني يقولوا أمك طنبو شهلولة إن شاء الله تروح مبلولة، أمك طنبو يا صغار تبي اللول والنوار. عالم تاني عالم وكان فيه أساليب حلوة يعني لتحفيظ الأطفال وتحفيزهم، هذه الطريقة اللي حفظونا بها زمان يقولوا فيها بال شو بقول لكم بأبيات قافية هيك وشعر وكل شيء من أجل باش نحفظه، زي ما نقول أيام بابا يلا هنغل نظهر إن شاء الله تاغري توزل التازل التازل، يعني دعاء الله بالأمازيغية وبطريقة شني أسلوب يحفظ فيها الأطفال. تصوروا أن أنا حافظها نمت كان عمري 7-8 سنوات، وأنا كنت طلعت من ليبيا من عمري ممكن 15 سنة، فتخيلوا معاي يعني طول المدة هذه قديش من لغة حفظت قديش من ثقافة تعرفت عليها، لكن الأشياء اللي حفظتها وأنا صغير قاعدة حافظها لتوا. علي حال في كل مراحل من مراحل الطفولة في الأمازيغية يحفظوا في الصغار، مثلا الصغار يحفظوا فيهم أسماء الحيوانات، يعني حتى بعض الحيوانات اللي تعيش وتموت وما عمرك تشوفهم. زمان طبعا ما كانش تلفزيون، فحد يحكي لك على النمر لازم يوصفه لك، ما قصدي منين بتشوفها النمر، لا فيه كتب فيها صور نمر، لا تشوف النمر في حديقة حيوانات، لا حتى حاجة، يديروا لهم هيك في طريقة مشوقة وبقصص منسوجة هيك بطريقة السجع عادي، وتنحط في قالب نثري الحق يعني، وفيها هيك نوع من الطرفة. خذ لكم القصة هذه متاع عروس ولد الأسد، والأسد يبي يزوج ولده باهي، فدار له عرس به باش بيدير العرس. تعرفوا قصة وانه اللاين كينج ولا الأسد الملك متاع ديزني هذه، كيف يعني الأسد يكلم مع الحيوانات وإلى آخره. هذه القصص عندنا احنا جدودنا كانوا يقولوا فيهم يعني. فالأسد بفخامته العظمة متاعه هيك كان عم يقول، يرفع رأسه هيك ويقعد يتكلم بطريقة مشوقة جدا. وعلى فكرة الأبيات هذه أنا ملحق عليها مديرها شاعر الشيخ عيسى بودية أحد شيوخ جبل نافوسة مدينة تيفرن، هو اللي يدير في الأبيات هذه ويحط فيها بطريقة نثرية بالطريقة العصرية، بس حتى الأولين كان يدير في طريقة نثرية بس هو حطها في قالب عصري. المهم تقول إيزم يخسي كيسلان، الأسد يريد أن يقوم بعرس لابنه، المميس أقلدني زقان يعني لولده ملك الملوك أو الغابات، يخسي السنجف مميس يريد أن يزوج ابنه يسيول في جروتن اللي غرديس، يخسي السنجف مميس دي يسيول في جروتن اللي غرديس، نادى أصدقائه اللي حواليه يسدي لي سلاني فيس. جاء إلى العرس الإفيس الضبع، يسدي لي سلاني فيس ستوسرت نسطس، يسدي لي سلاني فيس ستوسرت نسط إطس،
يسد أوشند مميس تطاول الناس تقص وجاءك عفوا الأولى تقول يسد إليس لاني فيس ستوسرت الناس تطص جاء للعرس الضبع معاه عزوجته وتضحك طول الوقت يسد أوشند مميس جاء الذئب وابنه تطاول الناس تقص عينها مسكرات ولده شكلها راقد يعني لما جاب معه تلا تغيول ديليس تلي تنبي ديستفس قاعدة الحمارة وبنتها لكن اللي ترضع فيه تقدفه المهم قصدي بطريقة المهم طويلة هلبة عرفتوا على أمهم وهذه القصص من أروع ما يكون تتعرف فيها على أسامي الحيوانات لأن هذه عندك ثقافة شفهية فكيف تبي تحفظ الصغار أسماء الحيوانات زمان لما ما كانش فيه لا كتب لا تلفزيون لا حتى حاجة يقعد يذكر في أسماء الحيوانات هذه القصة لو نذكرها لكم نقعد ساعة ولا نحكي فيها لأنه طويلة ويحكي في المملكة الحيوانية كل واحد جي ولما يجي هذا يجي ويقدف الثاني بسكر عيون الثاني غير يضحك بدون سبب الثالث يمشي ويعطر الرابع مش عارف شني المهم القصة تفتح واحدة تفتح الثانية بعدين شن كان يقول لهم ويخطب فيهم ولما يجوا يباركوا للأسد المهم قصة طويلة نلقوا حتى قصص ظريفة تقال قبل النوم وهي طويلة جدا يعني بحيث جزئية تفتح جزئية حتى هي أكيد تعرفوا أنتوا أم سيسي وغيرها يعني وعلى فكرة أغلب القصص متاع جدودنا يكون الأبطال متاعها حيوانات وهذا اللي يذكروه المؤرخين اللي قدم على قصص الأمازيغ يقولوا قصصهم كلها مرتبطة بالحيوانات والحيوانات الناطقة أكيد أكتركم يعرف زي ما قلت قصة أم سيسي والقطوس اللي أولا بزع الحليب متاع العويلة وباش تعقبها مرات الدار تقول له بري دبري لي الحليب وكيف تمشي تطلب البقرة تطلب منها الحليب تقولها تمشي تقولها بري جيبي لي عشب تمشي للعشب تتكلم معاه تقول أعطيني عشب باش نمشي للبقرة إلى آخره تعرف القصة هذه وأنا تمشي للبير المهم قصة طويلة والصغار يمشوا يتابعوا فيها قصة تفتح قصة قصة تفتح قصة وعندهم طبعا وأنا لازم يعودوا فيها وإلى آخره هو هذه القصة عندها أختها بالأمازيغية اسمها تفونس نورخ أو البقرة الذهبية وإحنا سمعناها في طفولتنا بالأمازيغية من جدودنا ونعمامنا وغيرها زي ما قلت لكم هذا النوع من القصص اللي يفتح في بعضه كاثر في المخيال الشعبي الأمازيغي وكذا في العربي في ليبيا يعني يكون أبطالها حيوانات والحيوانات يكون يتكلموا أو نعطيكم أني قصة من دم ذكرت هذا نحكيكم قصة الخنفوسة خنفوسة توليس يقولوا لها بالأمازيغية ولا تخخوشت القصة توليس طبعا المهم الخنفوسة هذه اللي ضحك فيها وفيها حكمة في نفس الوقت شن تقول القصة يا ربي إن شاء الله غير ما أنا تقول تيكل تلات خخوشت سقاس نسان تفسوت مرة كانت فيه الخنفوسة في يوم من يمات الربيع تيكل تلات خخوشت سقاس نسان تفسوت طمزل تتسقط فويت متكية راقدة تحت الشمس يسدي سنس الغم جي بعدها جمل لمي زريتي سلم لما شافها قالها السلام عليكم يسد الغم يواياس أتخخوشت أتخخوشت أتنعنوشت أمامو تتسقط فويت يا أيتها الخنفوسة يا خنفوسة يا خنفوسة يا صغنطوطة يلي راقدة تحت الشمس أيا تغتشي تتزوجيني هي قاعدة متغشة طرد عليه توايس عمي يقعد يحرك في روحه يقعد يحكي لنا في القصة توايس تشك دام قرار زرق دكا والدرار أنت كبير تبان لي كأنك جبل يا ودي ما نقدرش ناخدك يقاسه ألغم يوقور يتغشش قول الناس يتشور الجمل هيك ما عجباش الحال مشي متغشش قلبه مليان بالحزن يمشي دفر ألغم دي ساقمار يسدي يتنقز فطار قال ورا الجمل كان فيه الحصان يسدي يتنقز فطار جي ينقز عليه رجل يوايس أتخخوش أتخخوش أممو تتصقت فويت أيا تغش أو سوري أتخخوش أتخخوش أتنعنوشت
نفسها لازم يعودوا فيها. يا أيتها الخنفوسة، يا أيتها الخنفوسة، يا من يا أيتها الصغيرة الزنطوطة، يا من تنامين تحت الشمس، هل تتزوجينني؟ تويس تشك دمقران زرق دمقرار زرق دك أو درار. تقول له أنت كبير هل بنشوف فيك زي جبل. يا ودي ما نقدرش. المهم القصة طويلة، ترفض فيها الخنفوسة كل الخطابة متاعها في المملكة الحيوانية، هذه نعلموا بها شيء حتى هي أسماء الحيوانات ولخص الحيوانات الداجنة، وكل واحد ترد عليه بحجة، كل واحد تعطيه حجة مختلفة لين يجيها الفار وتقبل عرضه للزواج. هذه تذكرني في قصة البودرنة في اللهجة العامية الليبية اللي تقول البودرنة جاب عروسة يتدرج فيها في برنوسة. الحق يعني البودرنة جاب عروسة يتدرج فيها في برنوسة. الحق ما عمريش حفظتها وما نعرفش حد حافظها. المهم ما قدرتش قبل ما ندير الحلقة هذه نشوف حد يقول لي عليها. المهم كانت تعرفوها اكتبوا لي عليها وابعتوها لي لو سمحتوا، عندما تشوفوا فيه توا في التلفزيون. والحق اللهجة الليبية معبية معبية أمثلة لقصص الحيوانات زي هذه متاع بودرنة وغيرها. المهم فيه غناية لطيفة كذلك، عندما ذكرت هذا كله وذكرت كلمات بالعربية والأمازيغية والآخره، في غنيات لطيفة جدا تجمع بين اللهجة العامية الليبية وكلمات أمازيغية، وهي تعبر عن تنقل ما بين القصص الأمازيغية إلى العامية الليبية، لأن في هلبة أمازيغ تعربوا مع الوقت فأكيد ما نسوش القصص متاع جدودهم، ولما تعربوا عربوا هذه القصص معاهم أو يكون هذه أصيلها عربية، لأن في عالم الميثولوجيا وعالم القصص والحكايات تلقى القصة هنا، تلقاها عند الأزتك في جنوب أمريكا، تلقاها في أفريقيا الجنوبية، تلقاها في آسيا بنفس المضمون، وأحيانا حتى الكاركترز نفسها. مش معنى هذا اختين من هذا وهذا اختين من هذا، بالعكس، لأن التجربة الإنسانية واحدة، هذا علاش نلقوها مديرة. لكن هذه القصة بالذات واضح أن هي ربما يكون الأصل متاعها أمازيغي وتعربت، لأن فيها كلمات هلبة أمازيغية ما زالت. وطبعا زاد لها خيال بالعامية الليبية والآخره، وانتو تعرفوها تغنت حتى في أغاني غنى فيها بعض مشاهير المغنيين الليبيين، وانا تكلمت عليها لما تكلمت عليه مشاهير المغنيين الليبيين. خلي نرتاح من دمام لما نقول فيها. تقول يا قمر علالي سافري وتعالي، أكيد بعضكم تقوم تذكر ولا؟ زي ما قلت لكم أني اخترت الأغنية هذه لأن فيها كلمات هلبة زي ما قلت من أصول أمازيغية. تابعوا معي بشوي بشوي باش نسمعكم الأغنية. تقول يا قمر علالي سافري وتعالي، دليني لخوالي، خوالي ترهونة، خوالي ترهونة، دبحولي فكرونة، فكرونة مجرابة من تحت الحطابة. وتقول خششني لجنانة واعطاني رمانة، رمانة شلفية حبتها تملي الروبية، ولا حتى من غير حبتها، رمانة شلفية تملي الروبية وقشرتها تملي الرونية، رمانة قروسي كسرت لي زروسي، زمان يقولوا زروسي مش جروسي. المهم يا قمر علالي سافري وتعالي، دليني لخوالي، خوالي ترهونة، خوالي ترهونة، دبحولي فكرونة. هني كلمة فكرونة كلمة أمازيغية صرفاء تاني سلحفاء، شفتوا بالعربية الفصحى اسمها سلحفاء مش الفكرونة. لو تقولوا كلمة فكرونة في دول الشرق الأوسط مثلا ما يعرفوهاش، لكن كل شمال أفريقيا يعرفوها الفكرونة. على فكرة هلبة حيوانات راهو في اللهجة العامية الليبية ما زال أسماءها بالأمازيغية، منهم طبعا الفكرونة، الجرانة، الودان، البودرنة، الفرططو وغيرهم غيرهم هلبة. أنا تفكرت طبعا اللي تكلمت عليه بودرنة وأنا القصة اللي قبلها، فتفكرت الفكرونة هني بتاعت يقمر علالي. تقول فكرونة مجرابة من تحت الحطابة، وتقول خششني لجنانة واعطاني رمانة، رمانة شلفية. هني هاي كلمة أمازيغية تانية من غير الفكرونة. تاشليفت بالأمازيغية معناها مشققة تمشلة. بعدين عندك حبتها تملى الرونية، تروني بالأمازيغية هي السلة، قشرتها تملى الرونية، تروني زي ما قلنا السلة أو الصحن المصنوع من السعف. رمانة قروسي، قروسي يعني الصلب، يقرس بالأمازيغية يعني تجمد أصبح صلبا. كسرت لي زروسي، الجرس يعني بالزرس زي ما يقولوا بالعامية الليبية. الأثر والتأثر راهو وارد في كل جانب. الأمازيغية تأثرت بالعربية ودخلتها كلمة عربية هلبة، والعربية تأثرت بالأمازيغية بدون شك.
وصار فيه تنقل. انتو يعني احنا نتكلم على القصص والحكايات، علاش في ليبيا نقولوا الغولة ما نقولوش الغول؟ الغول لا يمكن تأنيثها بالعربية الفصحى، بينما في العامة الليبية أمازيغية تعرف علاش؟ لأن ترجو بالأمازيغية مؤنثة، وهي الترجمة الحرفية لكلمة غولة. يعني لما كانوا يتكلموا بيقولوا الكلمة بالعربية ترجموها حتى في صفة التأنيث متاعها، وهذه على فكرة واردة بجميع لغات العالم، قضية أن الإنسان ينقل القواعد النحوية متاع اللغة الأم متاعها وينقلها معاه للغة الجديدة اللي تعلمها. وحتى الآن نشوفوا في اللغة الإنجليزية ناس يديروا في الأخطاء بناء على الخلفية متاعهم متاع اللغوية متاعهم. والعامية الليبية في تركيب الجمل في كذا هلبة 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 فيها الأمازيغية، مش يقولك يأكل في الخبزة، قصدي في العربية الفصحى عشان ندخل الفي هنا حرف الجر، يأكل الخبز بالعربية، بينما في العامية الليبية يقولوا يأكل في الخبزة. ففي هنا في الأمازيغية عندها وظيفة تانية غير حرف الجر، يتت إج وغرم. ج هذه صح تترجم إلى في، لكن هنا في الجملة هذه مش معناها في. على أي حال بنقول لكم أن قصدي فيه أثر وتأثر، وأنا عندي على فكرة محاضرة موجودة في اليوتيوب عن الأثر والتأثر بين العامية الليبية والأمازيغية، وربما تفيدكم يعني. وهذه درتها زمان قبل قريب 13 سنة ولا أكثر، لعلي نرجع وندير حلقة كاملة على الموضوع هذا، لأن الناس متشوقة تبي تعرف منين كلامنا هذا الليبي اللي نقوله فيه. هل إحنا نقوله الربحة والمحد يعني الدلاع، نقوله قصدي كلام هل بنقوله فيه ما نعرفوش منين المصدر متاعه، اللي باهي فينا يمشي يقول هذه أصلها طلياني. أنا المدة الفات نقرأ في حاجة في الإنترنت، في حد دار قصة طويلة هكي وهيلمة على كلمة تستمال وتستعمالي عرسي يوجع، كلام ليش أساس، لأن التستمال في الأمازيغية تعني ربطة الرأس بكل بساطة، وتاسمالت هي الحاجة اللي تدورها، منها الكسكاسة، وأنا مش نديرو لها في الوحدة، نحط الكسكاس فوق الطنجرة وهذيك القماش اللي يديرو فيه باش يربط الطنجرة والمكفول متاعها أو الكسكاس متاعها باش ما يطلعش البخار، هذيك يسمى تستمال بالأمازيغية تاسمالت. على أي حال يعني خلينا ننتقلوا حاجة تانية، مش حنا تكلمنا مبكري عليه، تيم فاس عفوا توليزين ولا تسيساو، وتكلمنا على تيم فاس اللي هم أطول شوية، توليزين كسار، بعدين قلنا بنجولي حاجة أطول تتسمى في الأمازيغية تونغال. تونغال هذه القصص الملحمية، قصة اللي فيها بطولات والبطل يمشي بالسيف متاعه ويفتح هذه المنطقة ويمشي مش عارف شني ويحارب العدو الأخير، عندنا منهم هلبة هذا تونغال. ولهذا الآن الروايات الحديثة في الأمازيغية تسمى أونغال. علية حال هذه الروايات اللي فيها أبطال وفيها كذا هذه تسمى تونغال. وفي حتى نوع آخر في الأمازيغية اللي هي القصص الميثولوجية اللي تتسمى بالعربية وفيها حيوانات وهكي تسمى الأساطير. أيوة عندنا مثلا في الأمازيغية قصص هلبة متخيلة وفيها حاجات ما تكونش في الواقع بكل، هذا اللي تسمى أساطير. قصة مثلا بوزجن ولا اللي هي تسمى بونفيس بالعامية الليبية، اللي هو نص بنادم نص بنادم ويتحرك ويتكلم وكل شيء. قصة الحصان الأبيض أقمر من لال اللي عنده جناوح وإلى آخره، هلبة هلبة من هذا النوع من القصص. وعمي زمان لما يحكي فيهم يحكي فيهم بحماس جدا، الله يرحم عمي محمد مادي الله يذكره بالخير، والوالد، أنا والدي كان يحفظ في القصص هذه، وأحيانا يدير حتى في العكس. كان عندي أبوي كان يحكي لي زمان أن حناه دبوسة يقولوا لها اللي هي اسمها الحقيقي جمعونا، ما عرفتش علاش يسموا فيها دبوسة. المهم كان يمشي لها وتقول له يا ولدي أقرا لي، يجيب لها في قصص وحكايات متاع حتى ثقافات تانية ويقعد يقرا لها في القصص هادو، هي ما تعرف تقرا فيحكي لها، هي تحفظ فيهم صم هيك شفهيا وتعاود تقعد تحكي فيها لصغار صغارها. علية حال أول الأساطير بالأمازيغية تسمى تنقيست، تنقيست بالأمازيغية هي الأساطير. المهم زمان حياة الشخص في ليبيا من الطفولة حتى شيخوخة مليانة قصص وحكايات وأشعار وأحاجي، الأحاجي اللي نسموه فيه محنين بالأمازيغية تيماليوين. من دم ذكرتها خلينا نعطيكم واحدة منهم. في العامية الليبية احنا نقولوا الأبيض شنو نقولوا؟ أي الأبيض يدرس الأحمر يحبس، الصاق يا روماني والبحر متطلمس. الأبيض يدرس الأحمر يحبس، الساقية روماني والبحر متطلمس. طيب شن هي؟ خليني أعودها لكم تاني، باهي الأبيض يدرس الأحمر
يحبس الساقية روماني والبحر مطلمس. وهذه عندها طبعا أختها بالأمازيغية تقول أمل لي الشاشة الأزقاغ يسبد طاطن السهوة دي للتلس. نعودها لكم تاني، تقول أمل لي الشاشة الأبيض بالضبط يعني الأبيض يطحن، أزقاغ يسبد الأحمر يوقف، طاطن السهوة الساقية تنزل دي للتلس والبحر متظلم. المهم في الأمازيغية تقول الساقية تنزل، لكن ما فهمتش علاش بالعامية الليبية تقول الساقية روماني، مش عارف علاش يعني داروها ربما لنا القافية أو شيء. المهم جواب الأحجية شن هي ترى؟ لو قلت فم الإنسان هي صح، لأن الأبيض هو السنون هي اللي تطحن والأكل والآخره، والأحمر هو اللسان هو اللي يوقف الماكلة، والساقية روماني هي القرشطة الآخره، وبالأمازيغية نضيف ونقوله التالس اللي هو الظلمة اللي هي المعدة والآخره عالم الظلم الداخل. فيه كذلك أحاجي هلبل نتذكر فيهم وأنا صغير لما كنت عايش في ليبيا زمان كنا نسمع فيهم، تقول الأبيض لماع صوت سماع ودانه صوت سماع ودانه قوف وفي الثالثة معقوف. أبيض لماع صوت سماع ودانه قوف وفي الثالثة معقوف. اللي ما يعرفش طبعا هذه حتى هي الكلب. شن تاني؟ أكيد سمعتوا هذيك متاعت تونس الخضرة سكانها عبيد تتكسر بالقدرة وتنفتح بالحديد، تعرفها أكيد الدلاعة ولا؟ تونس الخضرة سكانها عبيد تتكسر بالقدرة وتنفتح بالحديد. المهم هيك كانوا لولين يتسلوا ويصلوا في صغارهم، وقلت ندير لكم حلقة هيك خفيفة ظريفة في الموضوع هذا بالخرافات والقصص والحاجات اللي نذكر فيها متاع أيامات زمان عن طريق الجدات متاعنا وعن طريق عمي الله يرحمه وعن طريق حتى خالي، والله كان يحكي مع أنها صغير في السن خالي. كنا زمان حتى من غير القصص والحكايات هذه كنا نلعب في النقيزة خمسة رشادات التيرة تشة تشة العروسة سلالم مكة. أنا نتذكر العام اللي فات واللي قبله كنت في فرنسا لقيت محل مداير لعبة ومديرها تنسيقة جميلة وكل شيء زي سلالم مكة بالضبط، بعدين سألته ونشدت عليها منين جت، قال لي هذه موجودة في ثقافات هلبة يعني اللي هذيك فيها متاع الفاعي والسلوم ومش عارف شني وكذا وكذا. بعدين طبعا الخميسة كده كتركم يعرفكم البشكم تنقيز الحبل اللبهدة والوبيس، لا تولي نلعب فيها اللبهدة والوبيس مع صغاري وقداش يحبوها مع انهم كبروا شوية. كنا نلعب في الزربوط والبطش. المهم هلبة زمان ما فيش حاجة اسمها كساد، وقتنا ديما نتمتع ونلقوا في حاجات نديروا فيهم هلبة بالأمازيغية للألعاب هادو اللي ذكرتهم النقيزة وغيرها وغيرها. وهذه الأغاني شندرنا جمعنا أبناء الجالية الليبية اللي برا أولاد متاعهم وحفظناهم اللي يعرفوا الأمازيغية طبعا، وحفظناهم ودرنا الأغاني هذه بالأمازيغية وطلعناهم. قلت خلي نسمعكم واحدة من هذه الأغاني اللي احنا درناها. في الختام خلي نسمعكم أبيات من الزمن الجميل نقولوا فيها في المولد النبوي الشريف. هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديل الرسول فاطمة جابت منصور، هذا قنديل النبي فاطمة جابت علي، هذا قنديلك يا حوا يشعل من المغرب لا توا. يعني هذه الأشياء كده ما نعرف إذا كان طبعا القناديل معاش قاعدات اللي نديروا فيهم بالخيشة زمان هكي وحتى قبل ما نديروهم بالخيشة زمان في الجبل اللي احنا نديروا فيهم بالليفة متاعت الآسان يسموا فيه بالأمازيغية متاع النخل، ناخدوها ونربطوها مع بعضها وبعدين يسفروا بها تولي منظرها جميل ويشعلوها في النار. تقول مرة تانية هذا قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل، هذا قنديلك يا حواء في المولد طبعا، فاطمة جابت هذا قنديلك يا هذا قنديل الرسول فاطمة جابت منصور، هذا قنديل النبي فاطمة جابت علي، هذا قنديلك يا حواء يشعل من المغرب لا توا. وبعدين
أنا بعدها شوية كنت نبي نطفيها الشموع هذه. تحياتي وإلى الحلقة القادمة، وحنجيب لكم حلقات تانية نتكلم فيها على الخراريف بتاع اسبانيا.